بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والدة عبد الرحمن، ابني كان داخل تانية ثانوي، اتمسك يوم 31/8، وهو دلوقتي قاعد في القسم، يعني ما كله تجديدات تجديدات. وحتة إن هم لما جم خدوه من البيت، ابني كان يومها في البحر، وابني التاني كان في الشغل تالتة إعدادي، والتاني كان يوم أجازته فكان بيتفسح في البحر وكده هو. فجم أخدوه خبطوا الباب، فبقول مين؟ واحد قال لي محمد، وعامل صوته صوت عيل من دور عيالي. فأقول مين؟ يقول لي محمد. عايز مين؟ يقول لي محمد. ومغمي العين السحرية، مش ما شفتش حاجة خالص. المهم بقيت أولع في النور وأطفي في النور، مش باين حاجة خالص. فابني راح قال لي افتحها ماما شوفي في ايه. فتحت الباب، وانا بفتح لقيت الباب اتزق، ودخلوا ثلاثة. لقيت اول ما دخل راح حاطط ايده على ابني وكتفه، والتاني كان مريح اللي جاي من الشغل كان نايم، راح شتمه وضربه وقال له قوم. وهم يعتبروا اطفال في سن حدث، مش شباب. واحد داخل كان المفروض هيخش تالتة اعدادي، والتاني تانية ثانوي. فراحوا، المهم راحوا مكتفينهم بالحزمة خلفي، ربطوا ايديهم من ورا، وراحوا مغميينهم بالفوط من البيت، اخدوهم وربطوهم بعينهم ونزلوهم، حتى بقول لهم يلبسوا الحزام، راحوا ضربينهم ونزلوهم من على السلم، ما خلوهمش يلبسوا حاجة، ونزلوا عيالي حافين وقعدوا في القسم. طبعا في القسم يعني عملوا اللي هم يعني بهدلوهم بهدلوهم بهدلوهم. ونزل عبد الرحمن بعديها باسبوع، اتمسك يوم الاثنين بالليل، يوم الحد راح النيابه. لما رحت النيابه شفت ابني كان متبهدل يعني، الولا خاسس، وطبعا كان في كهرباء، وكان في كهرباء على الظهر، وكان في كهرباء في حته تانيه، وكهرباء على المخ، بحيث ان هو يقر على حاجه. طبعا ابني ما يعرفش حاجه وملوش دعوه باي حاجه خالص. نزل النيابه، راح عطيله 15 يوم وتجديدات 15 في 15، لغاية دلوقتي وصل كمل 150 يوم، وبعد كده بيديله 45 في 45، ومش عارفين مصير العيال دي ايه. طبعا العيال دي قاعدة في اسم، الاسم رطوبة، والاسم المية هناك وحشة، العيال بتشتكي تعبت من المية هناك، يعني حتى مش المية اللي احنا بنشربها في بيوتنا، لا، مية مش نجيفة. بيقول لي ساعات يا ماما الميه بتنزل سودا، احنا بنضطر ان احنا نودي ميه، سواء في الصيف سواء في الشتاء بنودي ميه من البيوت ونودي لهم اكلهم. هم هناك يقولوا ان احنا بنضهم، طبعا لو بيدوهم العيل ما تدهورش، والعيال تدهورت صحيا وتدهورت نفسيا، ان هم بيحطموا العيل، بل ان هم بيحطمونا احنا كمان مش العيال بس، لان اي حد عنده حد معتقل بيبان عليه اللي في البيت واللي هو اللي معتقل، مش هم بس، مش الولاد بس، لا، اهالي البيت كله، مش الام ولا الاب، لا، والاطفال. البنت صغيره عندها 6 سنين، لما تشوف ابنها اخوها بيتربط ونازل بنفس المنظر دوت هتقول ايه؟ عيالي دولت لما يطلعوا، عبد الرحمن لما يطلع، هل هيطلع سوي؟ هو الحمد لله انا مربيه ربيه كويسه، والحمد لله اذا كان بيقرا قران دلوقتي حافظ القران، اذا كان مش مواظب على الصلاه يعني يخلي صلاتين على بعض دلوقتي الحمد لله الحمد لله. بيصلي الوقت بوقته، بيقيم الليل، حافظ قران وسلوكي. هو دلوقتي يقول لماما انا حفظت وانا بقيم الليل. يعني واحد من زمايله يقول لي طنط عبد الرحمن ما شاء الله عايز يكون من القانتين، وعبد الرحمن هو اللي بيصحينا نصلي الفجر. فطبعا يعني الحمد لله الحمد لله ان هو مواظب على الصلاه. يعني في الاول وفي الاخر ان السلوك مهما كان في حته مش كويسه سلوكه ما اتغيرتش، بس سلوكه بقت احسن، ودوت فضل من ربنا علينا والحمد لله. حته بقى ان دول اطفال، انا نفسي اعرف دول اطفال عملوا ايه عشان يحطوهم مع الجنائيين في القسم، نفسي اعرف. يعني يا ريت حد مسؤول يقول لي دول عملوا ايه وعقوبتهم ايه. بعدين ان هم بينزلوا لما بينزلوا المحكمه بينزلوا القاضي جنائي. طيب القاضي الجنائي دوت قاضي ناس كبيره، بنشوف الناس الجنائيين نازلين في نفس القاعه اللي هم فيها،
ليه دوت ما يتعملش معاملة الطفل؟ ده طفل عنده 16 سنة، طفل دلوقتي في تانية ثانوي. لسه احنا العيل في السن ده، احنا بنقوله الصح والغلط. وجه رسالة للناس اللي عندها إنسانية، وكلمة إنسانية يا ريت حد يحس بيا إن أنا بقول كلمة إنسانية إنسانية. دلوقتي الأطفال دول هتعملوا إيه؟ هيطلعوا لنا عيالنا إمتى؟ لأن العيال نفسياً تعبت، وطبعاً رطوبة وكل حاجة في الاسم مش كويسة، الجو مش كويس، مش جو طفل إنه يقعد فيه. أنا بنشد يعني بناشد وبكلم أي حد مسؤول، كفاية 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 يعني ان ويطلعوا عيالنا، لان فعلا عيالنا تعبت وكفايه كده. يعني هم العيال ما عملوش حاجه، انا نفسي اعرف عملوا ايه العيال دي. عيل في سن حدث، عيل عنده 16 سنه، عيل بيقول لي يا ماما انا نفسي اجري، نفسي العب، نفسي اروح واجي. فين 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 العيل دوت؟ فين هو في وقت دوت اللي هو بيبقى نشط، بيبقى سن الحركه، سن ان هو وصل للثانوي بيروح ويجي مع زمايله، سن ان انا المفروض ما اخافش عليه، بل انا بخاف عليه وكنت بخاف عليه لان الدنيا دلوقتي ما فيش امان، وانا بخاف على اخواته. عندي ابني محمد ثالثه اعدادي، لما بينزل انا ببقى قاعده مرعوبه. خلاص احنا فعلا من جيتهم البيت عندنا واخدين اخدوا عيالي كده من حضني. دي مش شوية على أي أم إن تشوف عيالها كده ينزل قدامها، دي مش شوية فعلا. وربنا يصبر كل أم ويطلع لنا عيالنا بالسلامة. بمناسبة إن عيد الأم، فعلا أنا محتاجة عبد الرحمن إن يقول لي كل سنة وأنت طيبة يا ماما. على قد شقاوة العيل، بس اللي بيتعمل فيه كده حرام حرام حرام. طلعوا لنا عيالنا بقى، كفايه كده علينا وعلى عيالنا، احنا استوينا والعيال استوت. فانا عايز اعرف طفل 16 سنه ليه حابسينه؟ ليه مقيدين حريته؟ مقيد حريه. انا ما بقولش حته الحبس، لا ده ناس بتعملوا فينا كده. ليه عملنا لكم ايه؟ نفسي حد يقول لي فعلا احنا عملنا ايه وعيالنا عملت ايه انهم بيقيدوا الحريه بتاعتهم. انا ابني تعب في الاسم، والحمد لله حاولت ان انا اطلعه، طلعته المستشفى اكتر من مره وكشف وحللت له، لان هو بياخد ابر بالسنين وبياخد علاج، ووصلت له العلاج وكده والحمد لله. حاليا عيل برضه في ثانيه ثانوي قاعد في المستشفى، الولد صاب بيجيله اغماء وبيقع في الارض، قاعد في العنايه المركزه. عمل ايه الطفل دوت عشان يقعد في العنايه المركزه؟ طفل وامه يعني حاولت وحاولت انها تروح وتقعد، وهم جابوها لان الولد بقى يعني حالته تدهورت. يعني مستنيين ايه عشان يطلعوا العيال؟ ان هم يقضوا على البيت ويقضوا على العيال خالص؟ فانا يعني بقول فعلا اللي عنده قلب واللي عنده انسانيه واللي شايف ان العيال ديت فعلا المفروض يطلعهم لنا بقى. كفايه كفايه.